زي ما انتم بتعرفوا انه انا لقيت زيارتي لرومانيا امبارح على من وراء موضوع القدس. بستغرب انه لسه انا لازم اوضح الموقف الواضح بالنسبه للاردن للناس اللي بيحبوا يشككوا بالنسبه لموقف الحكومه الاردنيه او موقفي. وزي ما حكيت بالزرقاء وحكيت بجوز اخر 15 سنه انه القدس ومستقبل فلسطين خط احمر بالنسبه للاردن. اوضح من هيك ما بعرف كيف بقدر اتحدث. واضح انه هذا موقف لكل الاردنيين. نحن كالمملكة الأردنية الهاشمية زي ما حكيت بالزرقاء، لكن لما رد حكيت على الدولة الهاشمية حتى أفهم الناس اللي عندهم شكوك اللي بدهم يخربوا إنه بالنهاية أنا كهاشمي كيف أتراجع أو أتخلص من القدس؟ مستحيل. خط أحمر، كلا على القدس، كلا على وطن بديل، كلا على التوطين. فبدي أوضح لكم وأنتوا عارفين الحكي، لكن بنفس الوقت للأسف عنا ناس اللي مصرين على السلبية هون في البلد، اللي حابين يكون في شكوك بينك أردنيين، بينك مؤسسات كبلد. وبتمنى على الجميع حملة منا اللي بيحبوا هذا البلد ضد هدول الناس. نحن عارفين منهم الشكوك بيأثر علينا جميعا وذخيرة للعدو على حدودنا والإقليم اللي بدهم يخربوا، عم نعطي لهم ذخيرة. فلمتى يا أخوان اللي عم بيحكوا ضدنا وضد الأردن؟ والله عيب. أنا طالع على المغرب حتى نتحدث أيضا على القدس، رايح على أوروبا بدي أشوف الألمان الفرنسيين الإيطاليين أيضا على القدس والسلام، وبعدين بدي أكون بالقمة العربية بتونس. ناس بيحكوا على صفقة القرن أو على الوطن البديل، كيف؟ ما إلنا صوت؟ بالنهاية نحن جيش العربي المصطفوي، تاريخنا بالقدس وبفلسطين. فجأة راح نفيق صباحا وصار وطن بديل؟ إلنا صوت، إلنا موقف. وهدول نفس الجماعة اللي بيحبوا باستمرار يحطوا كاس على النار. ونحن عندنا تحديات اقتصادية عم نحاول نحسن أمورنا، يعني كمان بدنا نعطي لهم مجال يخربوا أكثر من اللازم. نحن عارفين إنه في تحديات أمامنا جميعا، ونحن عم نشتغل حتى نحسن الأمور بالنسبة للفقر والبطالة والوضع الاقتصادي.